قبل انطلاقة في أرضية ميدان المرموم، انطلق الشوط السابع في أشواط صباح هذا اليوم، سابع الأشواط يحمل الثنايا الأبكار، الأصايل يحمل شعارات، يحمل أسماء، رفقة مضمرين قدموا الكثير من السلالات والإنجازات. انطلق الشوط في 8 كيلومتر، في بداية الكيلو الأول نسير مع المراكز الأولى، نتقدم مع العين اللي تسيطر على مقدمة الشوط وتقود هذا المسار. العين تعود ملكيتها لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، يضمرها عوض بن مبارك المهيري، يأتي بالمركز الأول. الشاهينية تأتي في المركز الثاني من هجر الرياسة، يضمر محمد بن عتيج بن زيتون. المهيري تتقدم على ثاني المراكز، والمركز الثالث ماذي تأتي في المركز الثالث، هذه ماذي تتقدم في المركز الثالث، تعود ملكية ماذي لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان. علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي يتولى عملية تضميرها على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تتقدم في الشاهينية، هذه الشاهينية من هجن الرياسة، يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز الرابع. المركز الخامس تتواجد في خامس المراكز، هذه ندى من هجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع يتقدم على خامس المراكز. هاملولة في المركز السادس من هجن الرياسة، يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السابع الشاهينية من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي. المركز الثامن الشاهينية من هجر الرياسة، يضمرها سعيد بن مظفر بن محمد العامري. والمركز التاسع هذه تتواجد في الضبية لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان، يضمرها محمد بن عبد الله بن ياعد. والمركز العاشر في هذا الاندفاع، هذه ناصية من هجر الرياسة، يضمرها صالح بن سعيد الجربوعي المري. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. العشر المراكز الأولى، الإذاعة الأولى للعشر المراكز المنطلقة في الشوط السابع في صباح هذا اليوم. مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات الجميلة، أعود مرة ثانية بعد إكمال العشر لأتابع مسار الشوط، لأتابع 8 كيلومترات وانطلاقتها في هذا اليوم مع الثنايا، مع هجن أصحاب السمو الشيوخ، مع المضمرين الفطاحلة، مع المضمرين الرائعين الذين يقدمون هذه النوعيات الجميلة. ونسير مع العين والشاهينية. الشاهينية بدأت تتسلل، الشاهينية من هجر الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، غيرت إلى مقدمة الشوط في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، يضمرها محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. العين المنافسة لها لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، يضمرها عوض بن مبارك المهيري، ياتي بهذا الاندفاع على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز الشاهينية، المركز الثالث، ثالث المراكز في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق. ماذي تأتي في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان. علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي يتواجد في المركز الثالث،
على هذا الاندفاع. المركز الرابع وصلت له الشاهينية، الشاهينية من هجن الرياسة. ياتي المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مع هذه الانطلاقة. يا سلام يا سلام في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق. وهناك ناصية هجن الرياسة، صالح بن سعيد بالعري المري يتقدم في عملية تضمير. ناصية اللي في المركز الخامس بشعار هجن الرياسة، المركز السادس اسمه شيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان مع بن ياعد يقدمها في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميل مع هذا الشوط ومع هذا الانطلاق. شوف 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 الدخول من في هذه اللحظات، طيف 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 من هجن الشحانية. وسالم بن فاران المري الذهبي يتواجد في هذا الانطلاق. أعود إلى المراكز الأولى، أعود إلى الانطلاق في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته. عودة إلى الشاهينية اللي على الكادر العلوي انفردت بأداها وبشكلها الجميل. ما شاء الله الشاهينية من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري تأتي بالمقدمة، يتابع تضميرها أبو سعيد والإشراف والإنجازات. المركز الثاني ماضي، ماضي تأتي في المركز الثاني لاسم الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان أحد شبابنا المضمرين. علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي يتابعها في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وهنا تتواجد تتقدم ناصية من هجن الرياسة، صالح بن سعيد بالعرج يتقدم على تضميرها وتدريبها وهي في المركز الرابع. المركز الخامس العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان يضمرها اللي هو عوض بن مبارك المهيري، يتابع عملية تضميرها وتدريبها. الشاهينية من الجانب الآخر من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي. ووصول في المركز السابع الضبية لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد ايضا هيان محمد بن عبد الله بن ياعد. ولكن وصلت هجن الشحانيه على المركز الثامن وهذه ندى يضمرها فاران بن محمد بن قريع. طيف تتواجد في هذه اللحظات من هجن الشحانيه ويضمرها طيف. سالم بن فاران المري اللحوق 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 من هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل وهي في المركز العاشر. هذه العشر المراكز للمراكز المتقدمة وخلاص العشر عاد. بنروح هناك مع المراكز الأولى، بنروح مع هذا الاندفاع مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات الجميلة. ميدان المرموم يحتضن هذه الأسماء، هذه الشعارات وهذه الانطلاقات في هذه الأيام. هجن هجن أصحاب السمو الشيوخ، هجن أصحاب السمو الشيوخ. ونعود إلى المركز الأول، الشاهينية الشاهينية من هجن الرياسة تسيطر على المقدمة، تقدم الأداء الجميل والرائع. هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون يتابع تضميرها، يتابع العناية والأشراف وتدريبها. ولكن ماذي في المركز الثاني، ماذي تأتي على المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن
بن خليفة بن سيف النهيان تأتي وتندفع كذلك بحثا عن الفوز عن الناموس. يضمرها علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز الشاهينية من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي يتولى تضميرها وتدريبها في هذا الانطلاق. هاي الثلاث اللي باعدا اللي انفردا عن بقية المراكز عن بقية المراكز. نعود إلى المركز الأول، ماذي غيرت إلى مقدمة الشوط، غادت المسار وانطلقت في الأمتار الأخيرة لاسمه الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي يتابع تضميرها ينطلق، ولكن الشاهينية من هجر الرياسة مع بن زيتون على المركز الثاني. ماذي والشاهينية ما شاء الله يقدم من العروض الجميلة في الأمتار الأخيرة. ماذي الشاهينية الشاهينية وماذي ما طاعت تسلم ما شاء الله، الشاهينية الشاهينية وماذي مع المركز الأول. شعار سمو الشيخ سيف بن محمد النهيان وعلي بن سعيد بن مبارك الوهيبي في هذه الانطلاقة في هذا الاندفاع، ولكن هناك أيضا الشاهينية هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. خلاص ماذي ماذي تقدم الأداء الجميل، تهانينا لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان على هذا الفوز، على فوز ماذي وأداها الجميل في الأمتار الأخيرة. شكرا علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي على التضمير والأداء الجميل وماذي وما تقدمه. المركز الثاني، ثاني المراكز الشاهينية من هجن الرياسة، المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة، المركز الرابع هجن الشحانية تأتي في المركز الرابع، والمركز الخامس الشاهينية من هجن الرياسة. نعود إلى التوقيت الزمني ومخرجنا مع هذا التنافس الجميل ومع ماذي، ونهني سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان. التوقيت الزمني مع مخرجنا على الشاشة، التوقيت الأفضل والأجمل في صباح هذا اليوم 12 دقيقة 13 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان، وتهانينا علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الثاني 12 دقيقة و15 ثانية وجزئين من الثانية، الشاهينية من هجر الرياسة. تهانينا تهانينا محمد بن زيتون المهيري. والمركز الثالث، شوف الثالث، الشاهينية حلت في المركز الثالث من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون، قطعت المسافة في 12 دقيقة 26 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا للجميع. التواصل مستمر.